السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السابع، بنرحب فيكم مرة ثانية في درس جديد في يوم جديد في حصة جديدة. زي ما حكينا لكم المرة السابقة في شرح موضوع جملة الأمر imperative sentences، جمل الأمر. الموضوع كثير بسيط لكن محتاج شوية تركيز، وحنحكي بالنهاية عن موضوع بسيط مطلوب منا كلياتنا نركز كويس ونكون في هاي الحصة مع بعض. هيا بنا. اوكي، نروح مع بعض نروح نشوف شو قصة جملة الأمر. ايش يعني جملة أمر؟ imperative sentences. ايش يعني imperative sentences؟ جمل الأمر. طبعا انا لما احكي لك الان احكي لك يا عبد الرحمن، عبد الرحمن يشرب مثلا شو بيشرب؟ بيشرب اللبن. عبد الرحمن يشرب اللبن، هذا هي جملة عادية بلشنا بفاعل عبد الرحمن يشرب اللبن، او محمد يقرأ الكتاب. هاي الجمل الطبيعية بتبدأ بفاعل، لكن لما نبدأ بفعل نحكي لك اشرب أو اشرب اللبن أو كل المنسف. إن شاء الله كلنا ناكل منسف مع بعض في حال إن شاء الله صارت أمورنا وضعنا أحسن بكثير في الأيام وبالأسابيع إن شاء الله القادمة. اللهم صل على سيدنا محمد، صل على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذن جملة الأمر زي ما حكينا لكم هي الجملة بتبدأ بفعل، ما بتبدأ بفاعل زي ما حنشوف بعد شوية مع بعض. نركز مع بعض في هذا الجدول البسيط. imperative جملة الأمر، في عندي ممكن يجي منها مثبت وممكن يجي عندي منفي. نفي يعني ممكن أحكي لك افتح الباب أو لا تفتح الباب، واحدة مثبتة وواحدة منفية. إيش يعني منفية؟ يعني لا تعمل الإشي، لا تعمل الإشي. كيف أتعامل مع المثبت وكيف أتعامل مع النفي؟ زي ما أنتم شايفين أمامكم في الجدول، بالجدول في حال كان عندي مثبت بدي أخلي واحد يسوي إشي، أول شيء بحط الفعل infinitive. الفعل infinitive بخليه الفعل. إيش يعني infinitive؟ يعني مجرد، يعني بدون أي إضافة. يعني بحكي له مثلا eat منسف، eat معناها كل، أو بنحكي مثلا play football، العب كرة قدم. فهي مجرد، بتكون مجرد infinitive، والcomplement لي باقي الجملة. فببلش الجملة بفعل مجرد. في حال بدي أن زي ما تشوفين هنا go to school، go to school اذهب إلى المدرسة، بلشنا ب go. لو بدي أحكي we ما بصير جملة أمر، بصير we go to school، نحن نذهب إلى المدرسة. لكن لما نبدأ بفعل بصير اذهب إلى المدرسة، بصير فعل أمر. فمن مواصفات جملة الأمر بتبدأ بفعل infinitive مجرد، infinitive verb فعل مجرد. في حال كان نيجاتيف نفي بستخدم مباشرة don't بعدها infinitive. يعني go to school صارت don't go to school. ليش حكينا don't ما حكينا doesn't؟ لأني أنا لما أحكي بستخدم إن لما أقصد don't go to school يعني you، الفاعل هو you، you يعامل معاملة الجمع. فأنا بستخدمش doesn't، بستخدم don't. فإذا كان خياري بين don't و doesn't ما باخذ doesn't، بستخدم don't، بصير don't go to school. كانت قبل شوية go to school، هسا صارت don't go to school. نروح بعض مجموعة من التمارين موجودة عندنا بكتابنا. في عندنا تمرين student book page number 19 exercise number 1. student book page number 19 exercise number 1. زي ما انتم شايفين بكتابكم في عندنا جدول او في عندنا صندوق لونه اصفر yellow box. بدنا نحط الكلمات هاي في مكانها المناسب في الجمل اللي امامنا. هاي جمل مهم كثير، إذا كان فينا امتحانات ممكن يكون هذا الجدول داخل، أو يعني ممكن يجي امتحاناتنا القادمة. The first one walk or إيش أعمل؟ إيش عندي walk؟ عندي plant، عندي turn، عندي don't play، عندي take وعندي start. هذا الجملة أخذناها إذا مذكرين الدرس الماضي لما حكينا أول شيء walk or take the bus to school. لما نروح كلياتنا بباص واحد على المدرسة walk or take the bus to school. إذا take وين take؟ تمام هي take the bus to school، نحطها هون. اوكي، 3 off the water while you brush your teeth. ايش نسوي وحنفرش باسناننا؟ شو بنسوي زي ما حكينا اللي هي turn off، يعني بنطفي المي، بنطفي المي لما نكون بنفرش باسناننا. تمام، turn off يعني معناها بنطفي المي، بنسكرها واحنا بنفرش باسناننا. اوكي، نشوف الجمله اللي بعديها 4 number 4 video games all the time. video games all the time. games شو نسوي فيها؟ don't play، ما تضلك تلعب دائما على البلاي ستيشن او على الكمبيوتر او على التلفون، ما تضلك اصلا. هذا الحكي غير انه مضر بالطاقه، مضر اصلا في شخصك في دماغك.
في راسك. نمبر 5، شو بنسوي بالشجر؟ بنسوي له بلانت، بنزرعه، بلانت تريز اور ستارت فيجيتابل جاردنز. تمام، هاي اذا لاحظنا كل الموضوع بلش بفعل، كل الجمل بلشن بفعل، فبيأمر فينا نسوي اشياء، فاستخدمنا زي ما شفتوا انتوا الفعل في بداية كل جملة. بتمنى تكون الامور واضحة. نشوف عندنا في عندنا كمان تمرين activity book page 14 exercise number 3. activity book page 14 exercise number 3، التمرين الثالث بكتاب التمارين. زي ما حكينا قبل شوي الموضوع كثير سهل، لكن بدنا نحاول نركز شوية عشان نشوف وين الحل. انا حكيت لك قبل شوي، اول شيء الفعل بيجي مجرد، بداية الجملة بيجي الفعل مجرد، وفي حال كان مثبت، في حال كان نفي بستخدم الدونت، ما بستخدم الدوزنت. هنا بيحكينا عن كونه على الافيرماتيف، كله مثبت، فحنستخدم الفعل المجرد. ووك ووك طبعا هي واضحة، انا ما حقس. بلانتس وبلانت اكيد حناخذ البلانت. تيرنز ولا تيرن اكيد حناخذ. بدون ما نكمل انا حكيت لك يعني الموضوع صار سهل. اند وير ويرز ناخذ الوير لانه مجرد ما في معها اي اضافه. كمان عندنا هنا وير، تيرن اوف، تيرنز اوف، تيرن اوف هي مجرد. برش اور برشز اكيد حتكون برش يور تيث. اذا ركزت امور كثير سهله وامور تمام. انتهى درسنا بالموضوع هذا. حنفوت في موضوع كثير بهمنا كلياتنا، زي ما انتم شايفين بالصورة. طبعا موضوع الدرس انتهى، لكن في موضوع اهم من الدرس، how do we support ourselves، كيف ممكن ندعم انفسنا، كيف ممكن ندعم انفسنا. موضوع كثير بهمنا وكثير موضوع حاليا على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بيحكوا عن الموضوع هذا بكل العالم، بكل الناس، بكل الأديان، بكل الطوائف، بكل الدنيا. في لكل واحد مثال في حياته دائما بيحاول يسوي زيه. يعني ممكن واحد فيكم بيحاول يقلد أبوه، واحد بيحاول يقلد أخوه، واحد بيحاول يقلد ابن عمه، أو حد معين بالنسبة له شايفه مثله الأعلى. إحنا بالنسبة لنا كمسلمين مثلا الأعلى مين هو؟ اللي هو رسولنا عليه الصلاة والسلام. إذا مشينا على طريقه بننجو، بكون أمورنا تمام، ننجو إحنا وأهلينا. عدم نجاتنا إحنا يعني بسوي مشكلة لأهلينا، فإحنا نجاتنا من نجاة أهلينا، فلابد إحنا نمشي على منهاج رسولنا عليه الصلاة والسلام. إحنا من الأشياء اللي حنحكي عنها على موضوع الجملة الأمرية، حنحكي ثلاث جمل لازم نسويها إحنا عشان نكون ماشيين على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس في بعض الدول بيحكوا عن رسولنا، لكن رسولنا احنا مش مطلوب مننا ننصر رسولنا، احنا بننصر انفسنا، احنا بننصر انفسنا عشان ننصر رسولنا. يعني احنا بنطلع على انفسنا من جوا، احنا وين ماشيين، احنا كيف بنعيش حياتنا، احنا كيف وضعنا، شو لازم نسوي عشان احنا نكون في المكان الصحيح، واحنا نقدم اللي علينا على الاقل باقل القليل. احنا يعني كطلاب زيكم او يعني كمجتمع، احنا ما بدنا نسوي الا اشياء بسيطه احنا ممكن نسويها. The first, read about him. Read about him. بلشنا فعل، لكن الأهم الإشي اللي نسويه نقرأ عنه. إحنا بنقرأ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إحنا لو سألنا حالنا هسا متى قرأت آخر قصة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اقرأ عن الرسول. إحنا الآن حاليا في حظر موجود زي ما أنتم شايفين، إحنا قاعدين في بيوتنا نستغل أوقاتنا في دراستنا، وكمان في أشياء مهمة جدا إلنا أهم من دراستنا. يعني أقرأ عن إنسان أو أني أقرأ عن رسولي عليه الصلاة والسلام، هذا أهم من أي شيء بسويه. أنا بدي أقرأ عن رسول، بدي أقرأ قرآن كريم. طبعا رسول وصاني أني أقرأ قرآن كريم وأقرأ أشياء كثير. يعني في إذا أنا ما بدي أعرف عن ديني، عن إيش بدي أعرف، فإني أقرأ في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى على رسول الله، هاي من أهم الأشياء اللي بتخليني أنا أكون يعني أشعر أني عمين عم بيحكوا. للأسف في طلاب بيننا ما بيعرفوا إيش عن رسول عليه الصلاة والسلام. فأكثر شيء ممكن أسويه أنا وأحسن شيء ممكن أسويه إني أقرأ عنه، أعرف عنه أكثر عن رسول عليه الصلاة والسلام. احكي لأبوك، اسأله، اسأل أمك، احكي لها، يحكوا لك عن الموضوع، يعطوك كتاب معين تقرأ على الإنترنت عن طريق الإنترنت عن سيرته عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله نكون يعني قد الموضوع هذا، ويعني وخلينا نشوف معكم خلال الأيام الجاي أنتوا عن إيش قريتوا. يعني واحد ممكن يودي لي على الواتساب إني قارئ مثلا عن سيرة الرسول مثلا في المعارك، واحد مثلا قرأ عن ست رسول وأخلاق الرسول مثلا مع الأعداء،
واحد قرأ مثلا عن غزوة بدر، كيف الرسول كان بغزوة بدر أو غزوة أحد أو الغزوات اللي قاد عليه الصلاة والسلام، فإحنا بنقرأ عنه سيرة الرسول كبيرة وكثير مهمة لإلنا لإلنا إحنا. طيب رقم اثنين ميمورايز حديث، يعني ميمورايز يعني بدي أحفظ الحديث النبوي الشريف. زي ما بتعرفوا في عنا أحاديث كثير موجودة بمنهاجنا وبرا منهاجنا، مش غلط لو أني أحفظ الأحاديث الموجودة عندي بمنهاجي بالتربية الإسلامية، أرجع للصف السادس أحفظ الأحاديث اللي ما حفظتها أو الأشياء اللي نسيت منها شوية، على الأقل أحفظ هاي الأحاديث اللي أخذتها، أسأل أبوي على أشياء أو والدتي أو ولي أمري موجود عندي عن أشياء أحاديث موجودة ممكن تفيدني خلال يومي، إيش في أشياء ممكن أحفظها وتكون يعني تكون كثير مهمة إلي في حياتي اليومية. فاحفظ أحاديث نبوية شريفة جديدة عشان أنت تحس إنه أنت قدمت إشي. أنت لما تقدم لما تعطي إشي الموضوع هذا قيمة فأنت قدمت إشي، لكن لما تعطيهوش ولا إشي أنت ما قدمت ولا إشي. فإحنا بدنا نسوي شيء عملي، إحنا بنقرأ عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام السيرة النبوية، إحنا بنحفظ أحاديث نبوية شريفة. لو حفظنا حديث واحد بالأسبوع كثير كويس، لو قرينا قصة واحدة بالأسبوع عن الرسول عليه الصلاة والسلام كثير كويس. المهم نسوي إشي. وأهم شيء بالموضوع النقطة الثالثة make him an example for us، خلي مثال إلنا، خلي رسولنا عليه الصلاة والسلام هو عبارة عن مثال عن قدوة إلنا في الأقوال what he said وبالأفعال what he did، إيش عمل إيش حكى وإيش عمل. يعني إحنا صح بنحفظ وبنقرأ، لكن إذا كان الحكي هذا ما انعكس على أخلاقنا صار في مشكلة. أنا لما أحكي مع الناس لازم أنتبه لساني شو عم بحكي، أنا لما أتصرف مع أصحابي أو مع أبوي أو مع أمي لازم أنتبه كيف أتصرف. إذن what he said and what he did. فإحنا ممكن نسوي كثير أشياء خلال جلستنا في بيتنا خلال الأيام هاي، أشياء كثير على مستوى دراستنا، أشياء كثير على مستوى إني أصنع من عقلي إشي كثير منتج الفترة الجاي لإلي لإلي أنا. يعني أنا لما أنا يكون قدوتي رسول عليه الصلاة والسلام في أقواله وفي أقوالي أنا عفوا وفي أفعالي بسوي زي ما سوى الرسول عليه الصلاة والسلام، بكون أنا أنجزت إنجاز عظيم كبير كبير كثير كثير، وقتها يعني حكون يعني قدمت اللي بقدر عليه فيها في هذا الموضوع. بتمنى يكون الموضوع يعني دخل لأدمغتنا بشكل مناسب لنقدر نسوي إشي في هذا الموضوع. شكرا لكم ويعطيكم العافية.